الضغط كان كبير على الملاعبين، خرجناهم من الشيء هذا وحكينا معاهم قبل المباراه باش نلقاو جمهور، راهو باش نلعبوا مرتاح، راهو باش نلقاو ضغط كبير، لازم تتحمل الضغط هذا باش تمشي باش تربح المباراه. سجلنا الهدف قلنا باش نعملوا ريكسيون باش ناخذوا في بزمام الامور، لكن خسرنا منطقه وسط الميدان اللي حكينا عليها برشا في وسط الاسبوع، حكينا برشا عليها بانه هي اللي باش تعاوننا باش نكونوا باش نربحوا اللقاء. مباراة في المجمل عقيمة بدون الفرق، يعني ما فماش فرصة ولا زوز، وعاد في كرة القدم كي تخسر لوديال تخسر برشا باسيد لادفيرسير دوزيام بال ما تكونش خسرنا. كما قلت لك فما بعض اللاعبين مش تحمل راهو المسؤولية دي متحملها، راهو اسمع راهو يتحملوها الناس الكل، يعني فهمتي نقول انا يعني ما كناش حاضرين، يعني حبينا نضغطوا على المنافس، حكينا على كل شيء، راهو الضغط راهو تحب تربح ايكيب تكنيك لازم تربح الدويل، تكون اجريسيف، تعمل كل شيء. اليوم ما لقيناش، شو نقول للاسف؟ لا احنا عملنا برشا على البطوله هذيا، حابين نمشيو لبعيد، نخدموا على الاخطاء نتاعنا وعشان نديروا الصفقه. صحيح شفناكم في اخر ربع ساعه وكانكم رضيتوا بالنتيجه. لا 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 دخلنا دوزيام اتاكون، دخلنا على المرزوقي مع ندوي، يعني لعبنا بدوز اتاكون دوزيام ميتون، دخلنا عليه باش نضغطوا برشا على المنافس باش نخليه باش يلعب يخرج مرتاح بالكوره خاصه من 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 من, من تيلي. يعني شكون؟ والله لا مش حكيت عليه، راهو في الاخر رانا خسرنا وسط الميدان، راهو دخلنا باش نربحوا وسط الميدان، وكي تخسر وسط الميدان في مباراه مهمه كما هذه باش تخسر المباراه. يعني واحنا كما قلت لك ماناش راضيين على الهدف، يعني فما لاعبين ما كانوش جاهزين في المباراه مالوريزمون، نقول هذا من كل اسباب وعوامل تنجم تكون ما تربحش بها مباراه. هما لي ديتاي الصغار نتاع اخر باس كنا عملنا دي كونتر، اخر باس كنت نجم تخرج بها فكره مثلا في عوده شوت دو ليه انت تخمم في 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 زوز دو سوليسيون، ما تنجمش في كره القدم لازم تاخذ ريسك باش تربح. بيان سور قلت لك اليوم تبارك الله، يعني جمهور السيسيس مش غريب علينا، جمهور السيسيس حضور كبير نتاعو، جمهور كبير وعظيم باش نتاسفوا للاسف برشا، يعني ديما نتاسفوا، لازمنا نخدموا نصلحوا برشا حاجات باش نتقدموا ان شاء الله. كرة القدم يعني فيها ربح وخساره، ان شاء الله نبنيو النادي الصفاقسي، ان شاء الله نتعلموا من المباراه هذه ونمشيوا لبعيد ان شاء الله.